مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مباشرة من مدينة المحمدية. القصة ديال هاد السيد هذا ماشي بحجم القصص، القصة ديال هاد السيد هذا يعني كتبين يعني المعاناة اللي كيعانيوها عمال الشركات، المعاناة اللي كيعانيوها حراس الأمن. فكيف يعقل أن هاد السيد يعني دوز أكثر من 8 سنوات مع شركة يعني وخرج خالي الوفاض، فاش يقول أنني دوزت مع هاد الناس 8 سنين وخرج زيرو درهم جراو عليا. معنا هاد السيد هذا اللي غير ولينا باش تم الطرد ديالو. شريف السلام عليكم. السلام عليكم. السلام خويا، عاودنا من الاول كيفاش وقع لك مع الشركه هادي؟ خدام خويا مع هاد الشركه للامن الخاص، شركه معروفه على صعيد المحمديه والدار البيضاء. كنت خدام معاهم كحارس امن، كنا كنتلقاو من مارشي لمارشي، و المهم بقينا خدامين معاه كنخدموا في البرد، كنخدموا في الشتاء 12 ساعة الشمس فيك، الشتاء 12 ساعة في النهار، 12 ساعة في النهار البرد فينا، الشتاء فينا، ورغم ذلك حنا صابرين من أجل باش نقوموا بمهمة على أحسن، يعني باش تجيب لقمة عيشك في الحلال كتكون صبر. هاد الناس هادو اللي وصلت معاهم 9 سنين ونص كانوا نقلونا من المحمديه 17 العين الحروده، العين الحروده، وقالوا لنا بانهم غيضمنوا لنا ترونسبور، يعني قال لكم ترونسبور والماكله على حسابهم. مني خدمنا واحد العام، عام وشي حاجه، تفاجئنا بهاد الشركه كتلغي في الاول ترونسبور، عاوتاني كتلغي الماكل. وفي ظل الظروف، انا ارتأيت انني كنت غنسحب، ولكن مني تحاورت معاهم هادي ما تجاوبوش معايا. صافي، المهم وخاصيو نسمح لي نسولك. قلت لي انك انت كتخدم 12 ساعة. ف 12 ساعة كتخدم مثلا من 8 الصباح ل 8 الليل. واخا 8 الليل كي غادي ترجع من عين الحرودة حتى مدينة المحمدية وانت ما عندك لا طوموبيل لا موطور لا والو. هذا السؤال، هذا السؤال خاصها تجاوب عليه الشركة، ما خصنيش نجاوب عليه انا. الشركه اللي دايره هذا القانون هي اللي غتجاوب على هذا السؤال. حنا كنا كنتاقلموا مع اي ظروف، مع اي ظرف كتحطنا فيه هذه الشركه، وعموم الشركه ديال حراس الامن، اي ظرف تحطيتي فيه كتضر تتاقلم معاه، فهمتي. المهم في يوم من الايام كنتفاجئ بالمسؤول ديال الشركه، هذه الشركه المعنيه، كي مرفوقا بعون قضائي جايب ليا. قلت لنا عاوتاني باقي ما مشيتوش، قلت لي تم التنقل ديالكم بلاصه اخرى عاوتاني، قلت لنا بوسكوره. لا هادشي باقي، هاد الشركه والمسؤول جابوا لنا تنقيل من يلا، جابوا لنا من المحمديه 17، يعني بغاو ينقلونا بطريقه قانونيه بعوق قضائي وهادي. مانيش ما يمكنش لينا، حنا خدامين في المحمديه ومشيو لواحد المنطقه اللي هي نائيه بزاف، ما يمكنش. رفضنا. يعني ماشي غير نتبع وحدك، انت والزملاء اللي معاك. كانوا شي وحدين. مشينا مع هاد الشركه خويا للقضاء، مشينا مع القضاء. ملي مشينا للقضاء اخويا، كل واحد قال داكشي اللي عنده. المحكمه الابتدائيه المحمديه حكمت لينا الحكم لصالحنا المبلغ ديال 7 مليون و120 الف ريال. انا ملي جا هذا الحكم هذا قلت صافي راه. المهم الشركه استنفات، ملي استنفات الشركه مشات سينا في كازا، هوب ما بقى حتى ريال، حتى درهم، حتى صولدي، كلشي مشى. 7 مليون مشات، 7 مليون و120 الف ريال كلها مشات. فين مشات يا يوسف؟ هذا تاني سؤال غتجاوب، خاص الشركه تجاوب عليه. هذا المبلغ فين مشى؟ 7 مليون، 7 مليون و120 الف ريال. هذا المبلغ هذا كنت باغي نوظفو، ناخذ به سكن، فهمتيني. بويسكو انا دابا عندي الوليدات وعندي هادي، وكان اكتاري منزل، كنت باغي نترقى شويه، باغي ندير 120 الف ريال كله مشى. فين مشاو الفلوس هذا يونس؟ حاولت انك تواصل مع شي مسؤول في هذيك الشركه باش يقول لك الفلوس هذو فين مشاو؟ شنقول لك دابا هنا الامور كتشابك ما بين السيد اللي وكلته انه يدافع عليا،
وما بين المسؤولين ديال هذه الشركه المعنيه بالامر. الامور كتشابك هنا. ملي مشات للسيناف كازا كلشي تخربق. كيفاش تخربق؟ شرح لينا خويا. شنقول لك ما نقدرش التفاصيل شويه كتبغي شويه فهمتيني. كما قلت لنا ان حتى واحد من الاصدقاء ديالك اللي كان خدام معاك تو كنتي كتشارك معاه الطعام. والسبب الرئيسي فقدان هذا المبلغ صديق ديالي. صديق ديالي كان خدام معايا في هذه الشركه. وخدمنا في كاليطا وخدمنا في الشتاء وخدمنا في البرد. في الاخر شكنا مع الطعام في الاخر غدرنا شددنا زور. يعني صاحبك باعك على قبل شويه ديال الفلوس اللي هو ما غياخذ منهم والو. شي كلمه كتوجهها للصديق ديالك اللي كان كيشوف فينا؟ كنشكرو من هذا الباب. كنشكر هذا الصديق اللي كان سبب في ضياع هذا المبلغ 7 مليون و20. كنشكرو من هذا الباب وكنقول ليه برافو، راك وصلتي لذاك الشيء اللي بغيتي. راه كافئاتو الشركه اللي هو خدام فيها واللي هي سبب المشكل راه كافئاتو. كيفاش كافئاتو؟ على شهاده الزور اللي كيشهد. كما قلت لك حيت ما شهدش شهاده الديانه. عندو ملفات اخرين واش تسير القضيه كلهم تيكون حاضر فيهم ولا كيفاش؟ حاضر فيهم وهذا ف المهم هذا السيد كيعاود ليا واحد الصديق ديالي حتى هو كان معنا في الشركه معاه وتطلب الشهاده دارت فيه القضيه قالت لي شوف انت ديما كنشوفك هنا باقا نشوفك هنا غادي ننزلك الكاشو هاد السيد هذا اللي كيشاد زور ما كيخافش الله هاد السيد انه كيشاد صحابه زور ما خافش الله هو عنده وليدات وعنده فهمتي عنده وليدات وهذه دابا يونس انت اش غدير دابا كما كنشوفوا ان ضاعت لك 7 مليون ونص اش غدير؟ هاد الناس هادو قلت لهم ودي اتصلت بهم على اساس انهم يعطوني على حسابي شهر في العام وهذه بدون جدوى انت ديك 7 مليون واش كتقول مشات يعني ناخذ حسابي صافي فكما قلت لنا كلمة أخرى توجه الناس المسؤولين ديال الدولة المحمدية خويا يوسف. المهم أنا شاهد الزور راه كاين العقاب ديالو اللي كيشهد زور راه وهذا السيد اللي شهد ضدي زور وشهد ضد شي وحدين في الشركة راه حصل في المحكمة وحصلته قاضية تمايا أنه كيشهد زور ونبهته أنه ما يبقاش يحضر تمايا يعني شاده الكاميرا يعني يوسف المتطلبات ديالك شنو باغي دابا يوسف؟ انا باغي من الشركه يعني. انا خويا خدمت مع هذه الشركه 9 سنين بشتاها وبردها 12 ساعه وتقول لي شكون دابا الناس راه كتمشي لهم 1000 درهم 2000 درهم كيتفلواو كيتسطاو فهمتيني ضرب 8 سنين بالشتا والبرد وبالقلي وفي الاخر طلع خاوي الوفاه ضيع الضياع هذا كنطالب من المسؤولين ديال هذه الشركه يعيدوا النظر في جميع الاحكام اللي تصدرت واللي حكموا فيها اشخاص منهم اللي توفى حكموا فيها اشخاص وشهدوا بالزور هذه الشركه كنطالب بالناس نيات الحسنه اللي في الشركه انهم يعيدوا النظر في الاحكام اللي تصدرت لصالح الشركه وهي في الحقيقه خاصها تصدر في حق حراس الامن الخاصين هذا اللي حقكم خاصه اللي عنده لا اللي عنده شي حق ياخذه حيت ماشي انا راه شحال من واحد هذه الشركه ظلمت شحال من واحد الشركه كنعتبروا انها كبيره عندها سمعه مزيانه كنسمعوا انها كتنصب على عباد الله اييه فكيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني هذا السيد اللي كيقول انه تعرض لعمليه النصب فكنتمناو من ان هذه الشركه هذه ينعلوا الشيطان وشوفوا من حال هذا السيد هذا ف 7 مليون والناس كلهم اللي تحكمت لهم المحكمه ما خذوا والو يعني كنتمناو من ان هذه الشركه هذه كنتمنى من علينا كامل الثقه في القانون والقضاء المغربي انهم ياخذوا الحق ديال السيد هذا الى هنا مشاهدي قناه شوف قناه عندي الحكم ابتدائي النمره ديال الحكم والحكم الابتدائي يعني عندي الوثائق ما يثبت واخا يونس الناس اللي باغيين يتعاونوا معاك اللي عارفين انهم غيعاونوك في القضيه هذه قول لهم الرقم ديالك يتعاونوا معايا غير بطريقه ديال فهمتي يتعاونوا معاك في الوراق الا كان شي حاجه الا كان قول لهم الافكار هذيك داك الا كان يفيدك شي معلومه ولا شي حاجه انا شوف انا الاساس من هذه الرساله هو نوصل المعاناه ديال حراس الامن الخاصين قول لي هذه المعاناه اللي كتعاني المعاناه
اولا 12 ساعه 12 ساعه ديال الخدمه 12 ساعه ديال الشمس وديال البرد وشل. فكيفاش كتشوف وليداتكم وكتسمع وليداتكم؟ دابا انا تيقول لك ملي كتشوف المأساة ديال واحد اخر كيغر عليك المأساة ديالك نتايا. راه كاين صاحبي اللي كيضرب 12 ساعه وخلاص خلاص خلاص ما كتخلصوا الشركه ها كيخرج شهر شحال ما خلص خلاص ها ما كاين لا خلاص لا والو اصاحبي حنا ضايعين حراس ما كنشوفوا الشباب تيقول انا باغي ندير سيكوريتي انا باغي ندير وقفات درنا وقفات درنا بزاف الحوايج ولكن لا لا سامي لا بغينا خلاص شحال كاين ها خلاص شحال كاين دابا كل كل شركه والباي راه كاين شركه كتخلصها ب 26000 ريال 26000 ريال الشهر وكاين اللي كيضرب 12 ساعه ب 30000 ريال انا خدمت ب 44000 ريال 12 ساعه انا خدمت واخا يوز دابا انت قلتي لي خدمتي 44 12 ساعه 12 ساعه 44 غتخلص بالك راه غتخلص بالموضوع غتوكل بالوليدات هذا السؤال هذا غتجاوب عليه شركات المناوله شركات الامن الخاص هي اللي خصها تجاوب على السؤال ديال ان كتعطي واحد الصالير ما كيدير والو وبغينا نعرفوا غيرك انت يا يونس هاد 44000 فاش دايره لك؟ و 44 كتشدها كتشدها وكتقضي بها شي كيتقدا وشي ما كيتقداش وهذا الوقت هضر بنادم كنقولوا راه 7000 5000 درهم وما كاينش كفيش الواحد يلا كيجيبها لاصقه مع صاحبي اسمعني اسمعني بالنسبه لحراس الامن كيعانيو كيعانيو الامرين قول لي غير المعاناه اللي كتعانيو المعاناه اول المعاناه كاين ثاني معاناه كاين الناس اللي خدامين ما كيديك لا ريوش بهم التغطيه الصحيه ما كايناش ولا مردود الناس واحد 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 الرساله غنوجهها لمفتشي الشغل انهم يخرجوا من المكاتب ديالهم ويديروا خرجات للشركات ويشوفوا المعاناه ديال الناس راه الناس خدامه بلا ديكلاراسيون غنديكلاريش بها لا تغطيه صحيه الصالير عيان كل شيء عيان والمعاناه القمه ديال المعاناه قمه المعاناه هما المعاناه اللي كتعانيو نتوما كحراس امن كنا 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 صاحبي كنا المعاناه صحيح فكنتمناو يعني من الناس المسؤولين انهم يشوفوا من حال حراس امن فتما كيبقاو كيسهروا على قبل الراحه ديال المواطن الى هنا مشاهدي قناه شباب نشوف تيفي نكتفي بهذا القدر على امل نلقاكم في بث مباشر اخر شكرا والى اللقاء